مجيه وهنا اللي هي اي في كي. طبعا المفروض هنا بي ده موجود في المحاضره، بي ده الرمز بتاع اللي هنا، تمام؟ يعني الرمز بتاع الدايمنشن ده بي اوف اي في بي اوف جي في بي اوف اي في بي اوف كي، نفس اللي احنا قلناه هنا في بي اوف جي. المفروض ده عشان اجيب واحده، فانا عشان اجيبها المفروض بجيب المينيمم من ده وده 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 هكذا كلها، تمام؟ طب كده كل واحده هتبقى كي. طب كده كي محصوره بين مين ومين؟ زي ما قلنا من شويه ان كي هتكون محصوره اصغر من او يساوي الاي لحد ايه؟ لحد الجي. انا كده كمان حليتها ريجريشن. بدل حليتها ريجريشن سهله جدا اعملها بالديناميك بروجرامنج. فهنا جيت مثلا قلت هقسم عند الكي، فعلشان يقسم عند الكي انا على فكره قلت كل ده، لو جيت قريته هتلاقيني قلته. لو جيت اقسم عند الكي فمحتاج اجيب اللي قبلي واللي بعدي واضرب الكوست اللي هو ايه؟ بي اوف اي في بي اوف جي. هو طبعا بي اوف اي بدل ده اعتبره اي، يبقى اللي قبليه ده انا هنا كنت معتبر ده اللي اي. بي اوف اي في بي اوف جي في بي اوف كي، وطبعا الكوست بتاع اللي قبليه والكوست بتاع اللي بعديه كل ده ايه؟ زائد. ده علشان اجيب ايه؟ الكوست بتاع الحته دي، تمام كده؟ تمام. وقلنا بعد كده ان احنا هنحتاج المينيمم بتاع كل واحده، فكده لو عايز احلها ريكيرجن فهقول ايه؟ اولا لو انا عايز اقسم عندي لما الاي والجي بيساووا بعض، يعني عايز اقسم وهي واحده، يعني نيجي مثلا هنا عايز اقسم وهي واحده لو الجي بيساوي واحد، طب مكان التقسيمه الكوست بتاعها هيكون ايه؟ لو جينا نطبق القانون بي اوف اي وجي ايه ده؟ ملهاش كوست خالص، ان هي واحده ملهاش كوست، مش هتضرب اصلا في حاجه، فالكوست هنا بتاعها زيرو. فهنا لو الاي بيساوي جي فالكوست بتاعها زيرو. غير كده انا هجيب المينيمم لكل كي، حيث الكي محصوره بنين ومنين؟ اكبر من او يساوي الاي واصغر من الجي، ولسه شرحينها، ودي المعادله اللي قلنا هنجيبها بيها بتاع كل كي. دي كده ريكيرجن، دي تاني خطوه. يعني احنا قلنا اول خطوه عايزين نعملها هنعمل ايه؟ هنحاول نجيب الاستراكشر، وعرفنا بنجيب الاستراكشر ازاي. تاني خطوه هنحلها ريكيرجن، هنشوف الحل الريكيرجن بتاعها، شفنا الحل الريكيرجن بتاعها. تالت خطوة بقى هنملى الاستراكشر بتاعنا بالمعادلة دي، نفس المعادلة اللي هتحل بيها الريكيرجن، يعني المعادلة اللي هتحل بيها الريكيرجن هي نفس المعادلة اللي هنملى بيها الأري، تمام كده؟ دي شوية كلام يعني هنستخدمه ايه؟ ماتريكس ان في ان، تمام؟ ان في ان دي الاستوريج بتاعها هيبقى ان سكوير. بعد كده هنشوف في الكومبلكس بتاعتها هتطلع ان تربيع. في حاجه كمان كده هنعرفها ليه ساعتها، بس المهم ان احنا عايزين ايه؟ ده التيبل بتاعي ان هو ام من واحد لحد ان، من واحد لحد ان اللي هو ايه؟ ده وده، يعني الاري تو دايمنشن لما تيجي تتملي تتملي كده بكوما. تالت خطوه بقى قبل اسم مملة اعمل ايه؟ اشوف انا هاملة ازاي. انا اول حاجه هملاها ايه؟ ده اللي هو عند الاي بيساوي جي اللي هو البيسكيس بتاعي يعتبر، يعني الزيرو ده كان البيسكيس بتاع ايه؟ بتاع الريكيرجن. واحنا قلنا في الديناميك بروجرامنج بيحل على انه ايه؟ من تحت لفوق، بدل من تحت لفوق. يبقى انا عرفت ان لازم املى البيسكيس بتاعي الاول، لازم اوصل له الاول، وصلت له ابدا اكمل. طب الخطوه الثانيه هتتعمل ازاي؟ اشوفها في فيديو ثاني احسن.